هبدأ معاك بقى بمنتهى الصراحة، اتفضلي. مش هنجامل. صح، هو احنا المفروض نفرح بجد لان احنا عملنا يعني سكور جميل ولعب فنيات او فنيا جيد جدا او ممتاز مع جيبوتي، ولا الموضوع لا يقاس بهذا الشكل لان انت برضو بتلعب يعني منتخب بعيد قوي فالنجاح عليه مش مقياس تماما، وسيراليون افضل فبرضو النهارده وان كان حتى افضل لكن برضو هو بعيد عنك فالنجاح برضو معاه مش مقياس ابدا. يعني انا عايز افهم، نفرح نطمن ولا لا الموضوع لسه بدري عليه؟ بصي، هو القصة كلها الشعب المصري عامة شعب يعني عنده شوية ما بيفرح قوي ويحزن قوي، لكن زي ما انت حضرتك كلمتي الواقعية هي أحسن حاجة. أنا أولا في التصنيف بتاعي المفروض أنا ليفل 1، مجموعة بالنسبة لي على أرض الواقع سهلة، بس القصة كلها إن التصفيات بتاعتي مستمرة لحد 2025 أكتوبر 2025. في أجهزة فنية بتتغير، في لعيبه جديده بتظهر، في لعيبه كبيره بتعتزل، فقصه ان انا اقيس على ماتش لا، دي بالنسبه لي صعبه قوي. الحاجه الثانيه، انا بالنسبه لي في الماتش دوت كان ممكن ازود السكور، فهل لو انا زودت السكور يبقى مثلا بدل 6 يبقى 11 يبقى 12 يبقى انا كده افرح بزياده، يبقى فرحه فرحتين مثلا؟ لا، انا اقيم الماتش دوت ان هو 3 بونت، بدايه قويه وبدايه جيده لمنتخب مصر، بس انا عندي لسه التصفيات مستمره، وعندي الاهم اللي جاي لي في شهر واحد وشهر اثنين اللي هو المقياس بتاعي اللي هو كاس افريقيا. التاهل لكاس العالم حلم المصريين كلهم، بس انا بالنسبه لي منتخب مصر الى الان لم يقدم المستوى المرجو منه قدام الفرق او المنتخبات القويه. احنا لعبنا ماتشين في الليفل الاعلى بالنسبه لنا كمنتخب تونس ومنتخب الجزائر. الماتش الاولاني خسرنا فيه 3 هنا في القاهره، وتعادلنا مع الجزائر، كنا 10 لعيبه بس كان ندي قوي بالنسبه لنا، وده شفنا في منتخب شويه لعبنا ب 10 لعيبه قدام حامل كاس امم افريقيا 2019 هنا في مصر. منتخب طبعا الجزائر منتخب قوي جدا، معاه مدرب قدير جدا جمال بالماضي، لعيبه سكواد قوي، فدي الماتشين اللي احنا قسنا فيهم منتخب مصر. بالنسبه لي المجموعه على ارض الواقع سهله، يعني اي حد لو احنا نتكلم كوره وفنيات لا، مجموعه بالنسبه لنا نتكلم على قد الايد يعني انجاز التعديل على في المتناول. بس ما هو ده يطمنك ويقلقك على بالزبط. فكره بالظبط، انا قلت لحضرتك القصه كلها احنا بنتكلم ان التصفيات ممتده معانا لحد 2025. ايوه، وللاسف زي ما كنت بحضرتك في مداخله من الاسبوع اللي فات اتكلمنا ان منتخب مصر حظه وحش في تصفيات كاس العالم تحديدا، بيقع قدام الفرق الصغيره او المنتخبات الصغيره والبدايات وخاصه البدايات. يعني احنا بنتكلم في 2018 مع كولر خسرنا قدام تشاد 1-0، كانت بداية مش يعني مش حلوة بالنسبة لنا، بس ربنا كرمنا في الآخر وتأهلنا بفضل يعني النتائج اللي احنا عملناها. من سنة 90 بعد 90 94 كان قدام فرق برضه مش قد كده سهلة، اتعادلنا مع ناميبيا، خسرنا من ليبيريا بعد كده في 98، في 2002 تعادلنا مع ناميبيا وخسرنا هنا من التعادلنا في المغرب. فتلاقي في كل تصفية ليلة كده منتخب كده صغير بيبقى كده بالنسبة لنا زي الشوكة في الحلق يعني بمعنى صح. بس إن شاء الله المجموعة القوية مع ريت فيتوريا منتخب قادر إن هو يتأهل، خاصة كمان إن نظام التصفيات السنة دي اتغير. أعتقد مفيش أسهل من كده تصفيات في العالم. هيعملوا إيه تاني بالزبط. والله بالظبط يعني أنا بالنسبة لي اللي هو يعني اتفضل 9 مقاعد بدل 5 بالزبط. دي فرصه، وفي نص كمان لو لا قدر الله منتخب ما كانش ليه حظ ان هو يتاهل، ان شاء الله يتاهل من اول المجموعه عنده فرصه كمان ان هو يلعب الملحق، بس ان شاء الله وفقا يعني للسكواد اللي احنا شايفينه مع الاستقرار الفني الموجود في الجهاز الفني للمنتخب. الراجل عنده حاجات هيقدمها. يعني احنا شفنا ماتش جيبوتي بعض اللقطات اللي بتقول ان المنتخب جاي. الحاجات اللي هو عنده دي ولسه بصدد انه يقدمها ممكن تاخدنا وترجع بينا للفترات الذهبيه للمنتخب الاول المصري لكره القدم اللي ليه ثقل واللي ليه زخم واللي ما كناش زمان بنحتاج ان احنا نفرح او ما نفرحش لو لعبنا منتخب متواضع زي جيبوتي مثلا. بالظبط، فممكن يرجع بينا للايام الحلوه دي. ممكن، بس هتبقى منظومه متكامله. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي جهاز فني، عندي اتحاد كره يدي له الصلاحيات، عندي جمهور داعم في ظهري. وللاسف اخر ماتشين هو الجمهور هنا يعني برضو من ضمن الحاجات اللي لازم يتوقف عندها للامانه، يعني بعد التصريح الاخير اللي صرح بيه روي فيتوريا فكره ان هو هيستبعد الثلاثي طارق حامد وامام عاشور وحسين الشحات، الناس سابت الموضوع كله، سابت الملف برمته ووقفت عند القرار ده وانعكاساته ودلالاته. بالمناسبه انت شفته ازاي؟
بص، هو في كواليس في النص، بعض الناس ما ظهرتش الحقيقه كلها. يعني خلينا برضو نبقى واقعيين، القرار كقرار انضباطي داخل الجهاز الفني ما حدش يقدر يلوم المنتخب او الجهاز الفني او المدير الفني ان هو هيتحمل عقبته. لكن انا كوجهه نظري كناقد رياضي، لا، الامور كان ممكن تتلم بشكل افضل من كده. اولا فكره ان مثلا وبما لا يثير الجماهير بالظبط، فكره انك انت ما تشحنش الجماهير، خاصه انك انت قبليها كجهاز فني تغاضيت عن فكره اخلاقيه واضحه للعيان، وضميت بعض اللعيبه كاخلاقيا كان واضح ان في جدل برضه، زي ما حضرتك اتكلمت في جدل حواليهم، اثرت الجدل في الشارع، فانت خدت لقطه وسبت لقطه، فالكلمه ميكيلين دوت هو اللي فتح المجال قدام التساؤلات اللي حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي. لكن لو انا كجهاز فني ابعدت الفكره وسويت مقياس العدل والثواب والعقاب داخل المنتخب، ده هيديني فتره ان انا اقول ان المنتخب ماشي في خط سليم. انت شايف ان مفيش مساواه في ثقافه الثواب والعقاب؟ في ثقافه الثواب والعقاب انت عملت لقطه قبل المنتخب في المعسكر نفسه، بضم بعض اللعيبه، اثرت بعض من الجماهير المصريه ضدك، فتحت المجال ان الجمهور يقلب عليك في قصه قد يرى نادي المعاقب للعيبه ان هو في صفه والاحق ان هو المنتخب يدعمه في هذا القرار. انت كجهاز فني قلت لا، انا من حقي ان انا اضم اللعيبه او اشيل لعيب، فخلاص انت خدت كحق للمنتخب انت خدته. فطالما انت عندك الحق الثاني، لا، كان ممكن داخل الاسره الواحده الموضوع يتلم، خاصه في ضيق الوقت بين الماتشين، ماتش جيبوتي وماتش سيراليون. حاجه الثانيه، فكره انك انت تصدر ازمه قبل الماتش، ده هياثر على اللعيب وسطه، وخاصه كمان ان كان فيه بلاوي، يعني كوارث داخل المنتخب. كان في كوارث، خد راحتك، في شفافيه هنا، كان في كوارث اخلاقيه داخل المنتخب تم التغاضي عنها. وكلنا نذكر ما حدث في 2019 في بطوله كاس الامم الافريقيه هنا في المنتخب، وبلاعيبه المنتخب هم اللي تدخلوا وخلوا الجهاز الفني يتراجع عن قراره. طب هو ينفع كده يعني هكذا تدار الامور المتعلقه بمنتخب وطني؟ يعني بالظبط، وحتى الجمهور نفسه قلب على المنتخب، يعني حتى الجمهور نفسه قلب على المنتخب ولعيبه المنتخب. فكره انك انت تدعم لاعب خرج عن النص داخل المنتخب، بالنسبه لي انا شايفها هذا اللاعب لا يصلح ان هو يكون، خاصه اذا ارتكب فعل اخلاقي. خلينا برضو واضحين، لكن فكره انا استبعد لاعب عشان مستواه الفني متذبذب، دي حاجه رؤيه فنيه بحته. لكن حضرتك فكره انك انت فتحت المجال قدام القيل والقال طبعا، وخاصه ان المشكله كان ممكن تتلم كمان، فتحت القصه انك انت دخلتها اهلي وزمالك. ودي مشكله، هي مش قديمه قوي قصه الاهلي والزمالك ده يا جماعه، منتخب وبقالنا كام سنه في الحوار ده، يعني ده هنتكلم فيه حاجه، يعني حتى اللي بيعول عليها حاجه يعني فاشله قوي. يعني انا كنت افضل ان الكابتن حازم امام بصفته لاعب كوره وصفته المشرف على المنتخب وعضو مجلس اداره كان هو اللي يطلع يشرح ملابسات الموضوع، خاصه ان هو القرار اتخذ وتم وضعه قدام الكابتن حازم امام. لكن فكره ان كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره طلعوا اتكلموا في القصه دي الا المشرف العام على الكوره او احد اعضاء الجهاز الفني للمنتخب، فدي برضو تثير الجدل وتزيد الازمه شويه. فكره كمان انك انت داخل على كاس افريقيا، هل القرار دوت هياثر على ثلاث لعيبه تحديدا وفكره ضمهم الفتره اللي جايه؟ ودول مش اي ثلاثه بالظبط، ده اللي بتكلم هو فيه. هو الوضع الحالي ان هو هيؤثر طبعا بالظبط، وخاصه انك انت بالنسبه لك يعتبر ده اخر معسكر هتقيم عليه القائمه اللي انت هتبعتها. في حاجه كمان الناس كمان مش واخده بالها منها، فكره ان هو تم تقليص عدد اللعيبه في القوائم الافريقيه، الاتحاد الافريقي السنتين اللي فاتوا او البطولتين الاخرانيين في كاس افريقيا عشان ازمه كورونا، كان عامل قائمه مفتوحه 28 لاعب، يعني كل منتخب من حقه ان هو يبعت 28 لاعب، يضم 28 لاعب في السكواد بتاعه. السنه دي رجع للقائمه الاولانيه 23 لاعب، فانت عندك خساره خمس لعيبه. الحاجه الثانيه فكره ان ميت فيتوريا تحديدا عنده جزئيتين شغال عليهم، فكره تكوين منتخب قوي للسنين اللي اتكلمنا، فكره ان هو تصفيات مستمره لحد 2025. واللي انا اعرفه ان قصه كاس افريقيا مش هتاثر على مشوار فيتوريا مع منتخب مصر، ما اعلنوا داخل اتحاد الكره ان فيتوريا بالنسبه لمنتخب مصر
قصة اللي هو يكسب كاس أمم أفريقيا أو عدمها مش هتأثر مع مشواره في تصفيات كاس العالم. دي هو كان اللي كان معلن عند التعاقد معاه أنه هو جاي تحديدا عشان مشوار كاس العالم بس مش أي بطولة تانية. بالظبط يعني هي القصة كلها. هو في حاجة اسمها كده؟ لا هو التعاقد كده يعني هو فكرة أن أنا راجل جاي عايز مثلا هدف معين. لا في مثلا باكج تانية بتقال مثلا أو في تعاقد تاني والله البطولتين مرتبطين ببعضيهم والنتائج مستمرة معاه. افترض مثلا لقدر الله. غريب قوي غريب. انت فاهم قصدي ايه يعني بيتعاملوا معاكي بالقطعه؟ ما حصلت السنه اللي فاتت برضه. بالظبط بيقول لك وما حققناهاش برضه مع كيروش. مع كيروش وما حققناهاش. هي كانت المعادله نفس القصه مع اجيري نفس القصه لما كان معانا 2019 بعد خساره الفضيحه دي. انا بكلمك بس على المنطق العام يعني فكره ان انت راجل مدير فني مسؤول عن المنتخب الاول بغض النظر بقى البطولات اللي انت هتشارك بيها مع المنتخب. انت مطالب بتحقيقها. بالظبط. وانا بتكلم ان انا مثلا احنا لو بصينا مثلا منتخب الجزائر. منتخب الجزائر جاب جمال عبد الماضي شغال معاه من 2019. ايوه شغال معاه جاب بطوله 2019 21 ما كانش فيه مثلا نسبه كويسه او نتائج كويسه مع المنتخب. مش موفقين. مكمل تاهل لكاس العالم. فكانت بالنسبه له النتائج بيبص على فكره ليفل يعني مستوى طويل شويه او اداء طويل شويه. فكره المنتخبات اللي هنتكلم فيها تكوين منتخب قادر على الاداء لسنوات قادمه. مش فكره ان انا باجي اادي مهمه معينه والله صابت في كاس الامم الافريقيه كمل. لا ما 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 وفقش وفي ضج عليك وفي ازمه وجمهور صار عليك خلاص انت كده شكرا. ونبدا بقى نفكر فكره نرجع بقى لايام الكابتن الجوهري اللي هو جوهري يا جوهري والشعب يرجع بقى. سلام. هاتوا لنا جوهري ينقذ الموقف. يا سلام. نفكر بقى في كابتن حسن شحاته تاني. نفكر في كابتن شوقي غريب. المدرب المحلي ايهاب جلال. كابتن حسام البدري. ففي الفكره اللي حضرتك بتتكلم فيها عدم وجود خطه طويله المدى دي مشكله الكره المصريه بشكل عام. اولا انا ممكن اعمل لينك بيني وبين المدرب الاولاني ومدرب المنتخب الاولمبي بحيث ان انا اشوف العناصر الكويسه عندي ميكالي في مدرب منتخب اولمبي ادعم بيها العناصر الكويسه. مش ممكن الكويسة. نعمل لينك. هو لازم يكون في لينك بينهم بالطبيعي طبيعي. وكمان في ده هيفرز يعني نجوم مستقبليين للمنتخب الاول. بالظبط. وفي حاجه كمان اللغه اللي بتقارب بين البرازيل والبرتغال اللغه نفسها متقاربه بينهم وبعضهم. في لغه تفاهم بينهم وبعضهم. كان ممكن قبل كده مثلا يبقى مثلا الكابتن شوقي مثلا بيتكلم عربي في مثلا مدرب خواجه بيتكلم مكسيكي بيتكلم اسباني بيتكلم. دي مقدور عليها برضه يا استاذ محمد يعني مترجم. اللينك نفسه التواصل المدرب نفسه بينزل يشوف الماتشات بتاعت المنتخبات دي ولا لا؟ هل مثلا بينزل يتفرج على القطاعات الادنى شويه؟ مش شرط ان انا كجهاز فني منتخب مصر اقعد اتفرج على الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر اللي هو الليفل العالي برضه اللي بيلعبوا في افريقيا. او فكره ان انا مثلا اقعد فترات طويله ما اتكلمش مثلا او ما انزلش مثلا مصر خالص وقاعد في اجازه وبكلف الجهاز المعاون بتاعي ان هو يكتب لي تقارير عن بعض الماتشات. هي القصه كلها استاذ كريم الفكره ان انا بتكلم انت لازم تحط خطه طويله المدى. انت عندك الفتره اللي جايه عندك تصفيات دوره الالعاب الاولمبيه باريس عندك تصفيات كاس العالم عندك كاس افريقيا عندك منتخب شباب لسه طالع جديد دلوقتي. أي. عنده النهارده كمان ماتش منتخب وائل رياض كابتن وائل رياض عنده ماتش النهارده مع تونس في دوره شمال افريقيا الوديه. منتخب فيه عناصر كويسه جدا 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 ممكن تستفيد بيها. ليه هو لا كل منتخب لو لا قدر الله يحصل اخفاق صرح اللعيبه وصرح المنتخب وخلاص على كده؟ هو انا مش بجيب اجهزه فنيه عشان اديها مكافئات ومرتبات واعمل لعيبه وبعد كده بعد سنه او اتنين المنتخب دوت ما يقديش المطلوب منه اسرحه كله؟ لا ده كلام طبعا مش منطقي. اتفق مع حضرتك جدا. ولكن كنا برضو بنفتقد الجهاز الفني والمدير الفني الافضل اللي يقدر ان هو يدير المجموعه سواء على مستوى المحترفين او طبعا المحليين. على كل حال خلينا بقى نخش لان برضو الوقت بيجري. دلوقتي بتتكلم عن منتخب سيراليون وهو كان اتعادل سلبا يعني في المباراه الخاصه به الاخيره. رجعت شويه بيه بالتاريخ كمنتخب هو لا يمكن يعني ما صعدش ولا مره يعني لأكبر إنجازاته أنا فاكرة كانت 67 و95 وحاجات زي 2012 يعني لم يحقق على أرض الواقع شيء مقارنة برضو بمنتخب مصر. خلينا برضو نبقى صراحة منتخب مصر بقاله 13 سنة مش لاقيينه فيعني الجاب كبيرة. لكن برضو الموضوع مش في كفتنا قوي يعني ما خليني أقولها كده معلش يعني مش لو أنا داخل أنا يعني طبعا أنا منتخب مصر بس لو هرجع دايما للتاريخ لا 13 سنه غياب ولم تقدم شيء برضو. بالظبط هي القصه كلها يعني خلينا برضو طالما اتكلمت في الارقام للاسف نتائجنا قدام سيراليون سيئه يعني تاريخيا اللي احنا لعبنا ماتشين قدام سيراليون خسرنا ماتش وتعادلنا ماتش. وده انا مش عارفه ازاي بصراحه
يعني عارف اللي هو حاجات عليها علامات استفهام كبيره جدا. حضرتك لما اتكلمنا خالص اتكلمنا بقول لك في منتخبات اصلا مش موجوده على الساحه او مش في الحسبان، يعني مثلا يكون في مجموعه مثلا منتخب تونس والجزائر والمغرب فلا اعمل حساب الفرق القويه دي. هي اتكلمنا في 2002 2001 اتكلمنا ان منتخب السنغال ما كانش موجود في الحسابات، انا بنتائجي وجدت السنغال والسنغال هو اللي صعد على حسابه وحساب المغرب. بعديها في الجزائر 2010 نفس القصه، اتهزمت من زامبيا وتعادلت وخسرت من الجزائر. اديني عقلك والله بالظبط، هتلاقي في منتخبات تصدقي فعلا تصدقي فعلا ده العنوان الانسب طالما الكلام على كده يعني مع احترامنا لكل الدول اللي اتذكرت، بس في دول في ناس تجهل وجودها في القاره اساسا. مع الاحترام الكامل احنا بنتكلم على مستوى منتخب، احنا ممكن نتكلم على حاجه تانية، احنا ممكن نتكلم على اقل لاعب في منتخب مصر قيمة تسويقية قد يساوي منتخب بحجم من سيراليون مثلا او جيبوتي، وقامة فنية قيمة وقامة يعني احنا بنتكلم يعني مع احترامنا للمنتخبات كلها وكلها لها تاريخها وكلها لها احترامها وتقديرها والكلام ده كله، بس احنا بنتكلم ككورة وفنيات. لا كورة وفنيات احنا مش في جاب، احنا اصلا المفروض يعني لو المنتخب الصف الثاني او البدلة هم اللي هيلعبوا النهارده ويحققوا نفس النتيجه، يحققوا النتائج اكتر من النتائج الاوليه، خاصه لو عندهم دافع اكتر. طبعا بالظبط يثبتوا نفسهم بالظبط، يبقى عندي حافز اكتر وعندي دافع اكتر ان انا اثبت للمدرب ان انا موجود في المنتخب. وفقا للكلام اللي طلع واللي عرفناه من المنتخب ان الجهاز الفني النهارده هيلعب بتشكيله مغايره عن التشكيله الاولانيه اللي لعب بيها قدام جيبوتي. لا لو كده بقى التشكيله بقى ايه؟ انا شايف اللي انت شايفه والله العظيم، بصي القلوب عند بعضها، طالما كده يبقى نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. استاذ محمد ما تيجي كده نعمل تقييم سريع لكل المنتخبات اللي عندنا، اتكلمنا عن المنتخب الاول، عندنا منتخب الشباب، عندنا منتخب الاولمبي. تمام. منتخب الاول طبعا اتكلمنا وهنفضل نتكلم عنه لان عندنا برضو يعني منافسات وماتشات مهمه جدا الفتره اللي جايه. روح شويه لمنتخب الشباب وبعد كده هنروح للمنتخب الاولمبي، بس منتخب الشباب دلوقتي وشفت ازاي التعادل مع ليبيا، وهل نقدر نقول دول نواه جيده لان شاء الله بعد كده انضمامهم للمنتخب الاول؟ يعني هل احنا ماشيين بخطوات سليمه ولا احنا بعيد لسه؟ تمام. خلينا بس نشكر الكابتن وائل رياض الاول على فكره اختياره وطريقه اختياره للعناصر. اوكي. طبعا هو تهاجم علشان وجود بعض الاسامي، هو اي حد بيتهاجم يعني احنا عندنا نهاجم وبعدين نشوف، لكن نشوف وبعدين نقرر لا، دي المشكله. وللاسف يعني الناس اللي هاجمته دلوقتي بتشيد بالمنتخب والعناصر المختاره. في الاول دي اول مشاركه خارجيه لمنتخب الشباب، يعني دي اول مشاركه بعد التجمع او بعد تكوين المنتخب او بعد انشاء المنتخب، ما اصلا كانش عندنا منتخب شباب الاول بالظبط. سحبنا الكابتن وائل رياض من المنتخب الاولمبي ووديناه لمنتخب الشباب، اعمل لنا منتخب. فتره وجيزه والكابتن وائل رياض الصراحه والجهاز المعاون ليه كان بينزلوا ماتشات بيتفرجوا، عشان كده بقول لك الفكره اللي انا اهاجم دي مش حلوه، استنى الاول شوف النتائج وقيم وبعد كده ابدا في هجومك، ويا ريت يكون الهجوم على اساس منطقي. يعني بس هي عادتنا ولا هنشتريها زي ما بيتقال؟ ده اللي هنتكلم فيه. الحاجه الثانيه فكره المنتخب لعب اول ماتش ليه مع ليبيا اتعادل، بعد كده كسب الجزائر 3-0، ده كان الماتش الثاني في الدور. النهارده هيلعب مع تونس اللي هي صاحبه الارض. فكره الكابتن وائل رياض كان صريح مع نفسه، قال يا جماعه احنا بنكون لعيبه او جيل جديد للمنتخبات اللي جايه، ودي فرصه جيده فكره ان انا العب مع دول شمال افريقيا احتكاك قوي ونتاج احسن ملعب ماتشات وديه مع فرق مثلا دوري ممتاز او فرق قسم ثاني. طب فبالنسبه لي هو احتكاك دولي للعيبه، تحس كده اللعيبه تشعر صحيح ان هو في نديه مع لو في اطار بطوله كمان بالزبط. يعني بطوله بعد كده مع دول شمال افريقيا، يعني فكره أيوة حتى كلاعيبه اللعيبه دي هتقابلهم بعد كده ان شاء الله في المنتخبات الاعلى في المستويات اللي قادمه. طب المستوى جيد وفي تحسن وفي تطور للمنتخب. المنتخب النهارده معاه ماتش قوي جدا مع منتخب تونس، منتخب تونس صاحب الارض وصاحب مستضيف البطوله، كسب منتخبين، منتخب المغرب ومنتخب الجزائر بنتائج كبيره. يعني في منتخب كسبه 3-1 وفي منتخب الجزائر كسبه 4-2 في الاول فاول البطوله، فمنتخب قوي جدا بالاضافه ان هو صاحب الارض. طب ففكره ان المنتخب لا فكره ان شاء الله هتبقى بدايه قويه، والكابتن وائل رياض متمرس مع العناصر الصغيره اللي هو اصلا بدايته كان في قطاعات الناشئين سواء مع وادي دجله او النادي الاهلي، ثم بعد كده عمل مع الكابتن شوقي غريب شويه مع ميكالي، ففكره ان هو يكون في مدرب سنه قريب مع اللعيبه ويعرف يتعامل مع الجيل الصغير. لا سنه قريب ازاي؟ لا يعني القصد نسبيا يعني نسبيا لعب شويه خبرته في بقى يعني خبراته مش يعني السن لا ومش عايز اكبره برضه عشان ما يزعلش مننا، بس هو مش سنه قريب حاج وائل رياض برضه يعني كابتن وائل لا برضه يعني
بس ماشي. خبراته في التعامل كلاعب مع منتخبات الناشئين ومنتخبات الاولمبيه، ثم التعامل مع قطاعات الناشئين. ايوه تجعله اقرب لسن اللاعيبه. كويس كده ممتاز. انا احب ادقق في التفاصيل. بس هو مساحه الوقت اللي خدها كافيه؟ يعني من اول ما تم تكليفه بتكوين منتخب، فكره ان يبقى في وقت كافي للعناصر دي، يبقى في هارموني بينها وبين بعض. الفتره اللي جايه كمان هتبقى افضل بالنسبه لك، لو بقى عندك تصفيات كاس امم افريقيا او تصفيات مثلا لكاس العالم، هتبقى عندك فرصه انك انت تختار. بس دي نواه انت بتبين ان الراجل اختياراته على الاقل منطقيه، يعني وفقا للنتائج اللي بيقدمها. أوكي. اختياراته منطقيه. لما يوسع دائره الاختيار هيبقى عنده فرصه ان هو يشوف لعيبه اكتر. هو كان بيتكلم، احنا بنتكلم في الاول خالص، هو جاب 60 لعيب. 60 لعيب مثلا خدوا منهم 22 لعيب دلوقتي موجودين معاه في المنتخب، فاضطر ان هو يشيل 40. الفتره اللي جايه ممكن يختار من 120، هيختار مثلا من 200 من 300. هيبقى عندك فرصه انك انت تشوف دوري الجمهوريه ودوري قطاعات في المحافظات الثانيه. فدي هتدي لك فرصه في الاختيارات تبقى افضل مع العناصر اللي هتستمر معاك من الجيل، من الفرقه الموجوده حاليا. لان طبعا الفرقه طبعا اكتسبت خبرات بالمشاركات الدوليه دي. دلوقتي هيبقى من الصعب انك انت تسيبها مره واحده الا لو ظهر افضل. انا عندي بس يعني رجاء واحد صغير جدا، وافتكروا كلامي ده. انا اتمنى تجربه كابتن وائل رياض مهما كان، يعني كابتن اكس، مش دفاعا عن كابتن وائل، ولكن لما اجي انا دلوقتي بعمل تجربه جديده وبنشئ يعني منتخب جديد، اتمنى ان ما يكونش فيه سرعه في التيرن اوفر. يعني قال لك حتى وان لم ينجح في التجربه، يا جماعه ما فيش حد بينجح في العالم من مره واحده، وما فيش حد بيقعد يغير في مديرين الفنيين بهذا الشكل غير احنا. فحتى وان لم ضربه البدايه صعبه، فاتمنى ان كابتن وائل حتى ولم يوفق في التجربه الاولى يستمر. الاستمرار بيدي استقرار، وبعدين بيدي خبره، فهو هيبقى اكيد افضل من ان احنا نستقطب اسم جديد. فاتمنى، وافتكروا كلامي ده، هرجع اقول ننتظر شويه. النتيجه مش بتيجي من اول مره، ممكن تيجي لاحقا. ده هيفرق بشكل كبير جدا اعتقد مع منتخب الشباب. ده رايي بالظبط. لا، وفي حالتك كده على كلامك، لان المنتخب الشباب ده اصلا قبل كده كان معاه الكابتن محمود جابر، فشل في كاس افريقيا في مصر مشيناه. كان برضه في منتخب شباب محمد وهبه، الكابتن محمد وهبه خسر برضه ومشي. وكان انك تمشي ده كده انت عالجت النتيجه، ملهاش علاقه ابدا. بالاضافه كمان اللي احنا اتكلمنا فكره ان انا اسرح لعيبه، جيل كامل بيتسرح. صحيح، بتقضي صحيح على جيل كامل نفسيا ومعنويا. الفكره كمان اللي هتكلم فيها، منتخب الشباب ده بيأسس اللعيب بدنيا واخلاقيا، ان هو الشاب سنه صغير او لعيب سنه صغير، فعايز يكون فيه مدرب فني يتمتع بالجانبين، الجانب الاخلاقي والجانب الفني. صح. ان انا بكون جيل، فكره اللعيب عندي مثلا سن 15 سنه او 16 سنه او 17 سنه، ده لعيب لسه بدايه مرحله المراهقه بالنسبه له، فمحتاج تعامل شويه نفسي واخلاقي بجانب البدني. فدي برضه بيبقى جهاز فني متكامل. يعني جهاز فني متكامل. الحاجه الثانيه كمان، والكابتن وائل رياض عنده اخصائي تاهيل دكتور قاسم ادري، حاجه فوق العظمه. رائع كابتن. اه بالظبط، رائع جدا. حاجه يعني دكتور قاسم ده حاجه محترمه جدا جدا، ومستمر مع اجيال كتيره في المنتخبات. احنا بقى اللي مش هينفع نستمر اكتر من كده للاسف الشديد، لان احنا وقتنا خلص. انا بس ده خلص بقاله شويه حلوين على فكره، بس قلنا ما نقطعش استرسالك عشان الصوره او الفكره توصل بشكل كامل. احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا كريم وسعدت بيك يا هوالد. واحنا سعدنا بيك والله جدا، ان شاء الله على نتقابل ان شاء الله مرات للحديث. اكيد بقيه معلوماتك يعني لا تنتهي، بنستفيد بيها جدا. شكرا ليك استاذ محمد، شكرا لحضراتكم على متابعتنا النهارده. نشوفكم بكره ان شاء الله 10 الصبح في الاهلي.